الجنرال دو بريغاد أحمد دريمي. الجنرال دو بريغاد أحمد دريمي هو أحد الجلادين في سنوات الرصاص وقت العديد من الأبرياء في مظاهرات الدار البيضاء سنة 1981. أحمد دريمي لدليمية ديال الحسن الثاني بجانب دريس البصري من بعد المحاولة الانقلابية تاع أوفقير، كان قائد ميداني للقوات المسلحة الملكية في حرب الرمال، تورط في قضية اغتيال سياسي المهدي بن بركة، كان من أقوى الجنرالات في تاريخ المغرب، صاحب كفاءة وشخصية قوية وطموحاته كبيرة بزاف، وكان شبعان قراية وعنده علاقات دولية كثيرة. كاع هاد الحوايج خلات الحسن الثاني ما يزيدش يطلعه في الكراه، بحيث خلاه في رتبة جنرال دو بريغاد ولا قائد منطقة، ما وصلش الرتبة ديال جنرال دوفيزيون أي قائد تكنات الجيش، وما وصلش لأعلى رتبة جنرال اللي هي رتبة جنرال دو كور دارمي أو قائد الجيش. هاد الرتبة اللي خداها أوفقير وحسني بن سليمان وبناني وعروب. سيداتي سادتي، الحديث اليوم غادي يكون على أحمد دريمي، أقوى جنرال داز في تاريخ المغرب، الجنرال اللي تحكم في الجيش وتحكم في المخابرات بصفة مطلقة، وكان اللي في الأرض دياله واللي في السماء عنده فيه النص. أحمد دريمي ولد سيدي قاسم اللي قسم ظهر أي واحد بغى الطاولة للنظام وبغى يخلق انقلابات أو لفكر يدير مظاهرات. أعطونا لايك واشتركوا بالقناة إلى سمحتوا، وعلى بركة الله. سنة 1931 غيتزاد أحمد دريمي بمدينة سيدي قاسم من قبيلة ولاد دليم الصحراوية. با حسن دريمي كان كاتب مترجم عند الفرنسيس، وجدو السي المختار كان عسكري متقاعد. بحكم أن با كان كيسافر بزاف، عاش أحمد تحت كنف جدو بحيث كانوا كيعيطوا ليه ولد السي المختار. كبر وسط أسرة فقيرة في مدينة كانت مهمشة آنذاك وما زالت مهمشة من طرف النظام اللي هي سيدي قاسم. كيف ما قلت لكم كان فقير وصحابه شهدوا باللي كانت عنده بلغة واحدة دوز بها صغره كامل، هي اللي كانت عنده كيلبسها وكيخرج بها. كان مشاغب لكن كان قراي، خذا البكالوريا بمعدل حسن جدا وكان فرحته لا توصف. وبحكم ان الاراضي الزراعيه اللي كانت عندهم ما فيها والو القضيه محاكه بزاف، صيفطوا جدو للعسكر وبالضبط للمدرسه العسكريه الدار البيضاء بمدينه كناس، المدرسه اللي خرجت نخبه من الضباط في الجيش المغربي. دخل الحياة العسكرية وبدا كيتسلق المراتب وصل الرتبة الضابط صف، ورجع في الاجازه فرحان 3 ايام وهو لابس الكسوه بالكراد في الدار وفرح به جدو بزاف. كان متفاني في العمل العسكري وكيهضر اللغات فرنسية انجليزية بطلاقة، وبقى كيتسلق المراتب حتى وصل رتبة كولونيل وساهم مع محمد الخامس ضد الحماية الفرنسية. هذا اللي خلاه عزيز على الملك محمد الخامس وقرر يزوجه بكريمة بنت أحد السياسيين الكبار اللي عزاز على السلطان. لكن دريمي كان معروف بقوة الشخصية، حتى واحد ما كيفرض عليه الرأي ديالو عنيد، وتملص من التزويج على أساس أن كريمة ماشي بنت، ليست عذراء، وهذا طعن شرف عائلة المناضل. وباش ترفض مرأة بغى يزوجك بها الملك خاصك تكون دليمي. هاد الشي اللي خلى محمد الخامس يغضب عليه غضبة كبيرة وعاقبه باش يبقى تحت الإقامة الجبرية في إحدى التكنات العسكرية. دليمي كان بيستوني، وهاد الشي اللي خلاه يشق طريقه ويولي من المقربين للبلاط والقصر، وخطب بنت إحدى رجال الدولة ومن المقربين لمحمد الخامس، وقبل سيمانة من العرس طاح في حب آنسة أخرى اللي غادي يتزوج منها من بعد. وباش يتملص من التزويجة الأولى دار واحد الكذبة، هي أن ديك المرة اللي غادي يتزوج بها ليست بكر، أي ماشي عذراء. وتم محمد الخامس كعالة دليمي وطرده ورجعوا للتكانة. ومن بعد موت محمد الخامس زوجة دليمي غادي تتلاقى مع فاطمة أوفقير اللي كانت مرات محمد أوفقير اللي كان وزير الداخلية آنذاك، وطلبتها وزوجت فيها باش توسط ليه عند أوفقير باش يخدم عنده دليمي. وداك الشي اللي كان من بعد مدة وجيزة ولا دليمي اللي دليمنية ديال أوفقير، ومن بعد توصيات وكلمات وكذا ولا من المقربين واصحاب ديال الحسن الثاني. ومن بعد مده غادي يتم تعيين دليمي نائب ديال المدير العام ديال الامن الوطني، وتسلق مناصب السلطه وتورط في بزاف ديال القضايا، الاعتقالات والاغتيالات والانتهاكات، من بينها قضيه اغتيال بن بركه. وبعد انقلاب الصخيرات زادت مكانه دليمي في الدوله، وكان من الحضور اثناء تصفيه الجنرالات المتورطين في انقلاب. وفي غشت 1972 حاول أوفقير انقلاب على الحسن الثاني واغتياله بقصف ديال الطياره ديالو واسقاطها، وكان دليمي من ركاب الطائره اللي كان فيها الحسن الثاني. فشل الانقلاب وانتحر أوفقير، ربما التصفيه ديالو كانت على يد دليمي. المهم والاكيد ان قتل أوفقير كان
كان في حضور دليمي. هادشي اللي خلى دليمي يولي هو البوس ويشد الامن والمخابرات، وزاد النفوذ ديالو بعد ما تألق بالخطط ديالو في حروب الصحراء ديال الجزائر والبوليزاريو. دليمي كان من الضباط المقربين للراحل محمد الخامس الى جانب أوفقير، اللي خاضوا حملة الريف سنة 1958 ضد القبائل المنتفضة، وساهموا في تفكيك جيش التحرير باش يتهنوا من اي قوة غادة تحدى النظام من بعد ما فرنسا حطت سوارت وزادت خلفها، وزادوا قمعوا المظاهرات ديال شهداء الكميرة سنة 1981 وحركة القبائل سنة 1973. بزاف ديال السميات لكن القمع واحد. من بعد موت محمد الخامس واعتلاء الحسن الثاني العرش كان الجنرال أوفقير، وما أدراك ما أوفقير، الأمير الناهي في المملكة، كيختار مساعديه بعناية فائقة وكيدرس شخصياتهم وقدراتهم وحتى كفاءاتهم. هادشي اللي خلاه يحط العين على الدليمي ويقدمه الحسن الثاني ويشكروا ليه باللي راه الرجل المناسب في المكان المناسب، وتم تعيينه نائب الأوفقير في الأجهزة الاستخباراتية ومدير الديوان العسكري ديال الحسن الثاني، وطبعا خدموا بجوج في عمليات اختطافات واعتقالات قسرية في أحزاب اليسار والمعارضة. من بعد انقلاب اللي دبر أوفقير وأمقران والقويرة وزياد والعرب الطويل على الملك الراحل الحسن الثاني في قصف طائرة البوينغ 707 في سماء تطوان اللي كان راجع فيها الملك الراحل الحسن الثاني من فرنسا رفقة الدليمي، وفشل انقلاب وتم التعرف على هوية المخططين، وخشي وحدين منهم كانوا غير تقدموا فيها بحل الكوموندو حشاد، وتم التعرف على رأس الحربة اللي هو أوفقير. وبمجرد ما نزل الحسن الثاني في مطار سلاخ قال لهم فينا هو أوفقير، هذه أول كلمة قالها من بعد ما نزل في المطار. وفي نفس الليلة مع 12 ديال الليل أوفقير غادي يجي برجليه للقصر، وشي واحد عيط ليه واش اتصلوا به أو لجاب خاطره، حيث ملكة أوفقير مراته في الكتاب ديالها تقول باللي جاب خاطر، لكن كاين اللي كيثبت العكس. ما عليناش، في الباب ديال القصر مع غيدخل أوفقير غادي يعنق دليمي بالفن، واحد التهنيقه بالفن باش يتاكد واش هاد السلاح ولا لا، ودخل داخل عند الملك من بعد ما تحنا الام ديال الحسن الثاني وباس ليها يديها وقالت ليه اشنو بغيتو عند ولدي أوفقير، وبقى كيبرر ليها وكيقول ليها لا راه ماشي انا وهذا كذا. من بعد وصل عند الملك رفقه احمد دليمي واحمد رضا قديره ومولاي حفيد العلاوي، تم تيرا فيه دليمي 7 ديال القرطاسات طيحات الأرض، وقضى على الرجل اللي كان ليه الفضل الكبير في ان الدليمي يوصل لهذا المركز هذا. من بعد صبح دليمي رسميا جنرال دو بريغاد ومدير المخابرات العسكرية والأمن، أصبح يتسيد الموقف بحيث أصبح أقوى من أوفقير السلطة. في هذه الفترة أحمد خدم مهمات كثيرة، والمهمة الكبرى هي قضية الصحراء، بالخصوص أنه كان قائد الجيش في الأقاليم الجنوبية ولعب دور كبير في الانتصارات وحروب العصابات ضد أفراد البوليزاريو وزير عليهم الخناق، وكان كيلعب دبلوماسية خارجية وكينوب على الملك في المحورات مع ليبيا والجزائر وموريتانيا وحتى مع الأمم المتحدة. بدا كيكسب ثقة كبيرة بزاف وشخصيته القوية اللي خلاته يصبح يرفض أوامر من الحسن الثاني، وبعض المرات كيتصل عليه وكيقول لهم قولوا لي راه ما كاينش، وكان فاش كيتاخذ شي قرار حتى واحد ما يقدر يعارضه. وحتى فاش كان في الأقاليم الجنوبية في المناورات، وبحكم أن الملك كان هو رئيس الأركان من حقه يتجسس على مكالمات الجنرالات في الصحراء، كان دليمي كان كيخترق مكالمات الملك وكيشوف واش على التجسس باش يبعدوا على الموضوع. هادشي اللي خلى الملك يبدا يخطط لدليمي ويتجسس عليه بفضل اجهزه السينات 3 SSS اللي كانوا موالين للقصر. زاد النفوذ والسلطه والغرور ديال احمد دليمي، خصوصا بعد ما سمع الحسن الثاني انه كيخطط للانقلاب عليه. دليمي برز ايضا كقائد ميداني للقوات المغربيه في الصحراء، وكان بحال حاكم عسكري في ديك المنطقه، وخاض فيها بزاف ديال المعارك مع جبهه البوليزاريو، كلاهم وشتتهم بزاف ديال المرات. المهم سيد ولا قوي ولا حاس براسو، كيف لا، هو شاد جوج الحوايج، اهم جوج حوايج في البلاد، الجيش والاستخبارات. الحسن الثاني كان حاس بلي دليمي عينه كبيره وكيحاول يحش لي رجلين. الحدث ديال الحسن الثاني كان في محله، بحيث عمك دليمي استغل الاتفاقيات العسكريه الاستراتيجيه اللي دارها الملك الراحل مع الامير شاه ايران، كانت صفقه تبادل خبرات عسكريه واسلحه تسمات انذاك بصفقه سفاري. هنا دليمي توغل مع العناصر الايرانيه في اتفاقيات سريه بدون علم الحسن الثاني، وعين واحد البريغاد ديالو استخباراتيه سريه بمساعده البرادروا ديالو وعشيرو انذاك المحشوب طوبجي صاحب كتاب ضباط صاحب الجلاله. وهكذا دوك الكتيبه السريه الايرانيه اللي بدورها كانت خدامه معاه بلا الامير شاه نسقات ليه مع واحد الخبير في صنع القنابل النوويه الين بيكر،
اللي اتفق مع كتيبة الظليمي أن تصنيع القنبلة غادي يكون من مادة الأورانيوم الخام اللي كيتستخرج من الفوسفات المغربي. كيف ما قلت لكم الظليمي كانت الفرقة ديالو كبيرة وقدر يقنع مسؤولين ودبلوماسيين كبار في المغرب باش يتعاونوا معاه وكله خبزته، ومنهم وزير الطاقة والمعادن اللي كان في ديك الساعة موسى السعد اللي دخل معاه في المعمعة ووفر لي جميع الإمكانيات وتسمى المشروع باسم مستعار اللي هو كازا دوك. العميل الآخر اللي هو السفير المغربي في بروكسل بن موسى تصل ببيكر وقال لي يجمع طويرة أمريكان ساقط لكم الأخبار. أمريكان لحد الساعة ما قالت الحسن الثاني والو، بقى غير كتراقب حيت المشروع باقي في بداياته وبغات حتى تحصلهم. خونا بيكر ديك الساعة كان في واحد لوطيل في أكادير، شاف القضية ما مسلكاش وخاف يتذبح. ناض تصل بفرانسوا ميتيران رئيس فرنسا آنذاك وخبره بكل شيء وقال لي أنت الملك صاحبك قولها ليه غير ما دير لي والو. خرج من لوطيل خونا بيكر وجاته معلومة بأن الغرفة اللي كان فيها في لوطيل الظليمي كان حاط فيها أدوات تجسس وتصنت من باب الاحتياط. الغد ليه أحمد الظليمي بغى ينصب فخ البيكر ويصفي عليه، حيت لحد الساعة الظليمي مازال ما عارف والو بلي بيكر وصلاتو المعلومة بلي الظليمي كيتجسس عليه. قال له جي عندي المشرع بالقصيري نتفقوا على شي أمور. وفي واحد النهار من شهر يناير سنة 1983 ومع السبعة ديال العشية، الجنرال الحافظ العلوي غادي يتصل على الظليمي باش يجي للقصر لمراكش باش يحضروا البروتوكول استقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران. ديك الساعة أحمد الظليمي كان في الضيعة ديالو اللي كانت في مشرع بالقصيري، خد الطنوبيلة ديالو وتوجه للقصر، دخل وفجأة خارج ضربو كاميو ديال ليسانس. هذه رواية ديال القصر والملك اللي كان كيلعب الجولف مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران. ولكن الرواية ديال المساعد ديالو طوبجي المحجوب طوبجي كيقول باللي تم تخديره في الطنوبيلة ديالو وخرجوها على برا، والكاميو كان كيسوقو ضابط استخباراتي دخل فيه شتو. ولكن القصر كان فيه هاد الشي والملك الراحل الحسن الثاني عزا فيه وحضر الجثمان ديالو. لكن هنا غنركز على الموت ديالو، حيت كيتقال باللي كانت مؤامرة اغتياله بسبب انه كان كيوجد العملية انقلابية ضد الحسن الثاني. وتقتل حد الظليمي زاد كبر وكبر مع النفوذ ديالو لدرجة كتهدد العرش. في 25 يناير 1983 ناض الشعب المغربي على خبر وفاة الظليمي بكسيدة، لكن بالزربة بدا الشعب كيكذب بسبب الموت ديال الظليمي، حيت كانوا عارفين غيجي واحد النهار وغيموت الظليمي بوفاة غير طبيعية بسبب التوتر اللي كان حاصل بينه وبين دريس البصري. وفي نفس الليلة جا الحسن الثاني الفيلا ديال الظليمي باش يحضر الجنازة ديالو، وهي أول مرة كتوقع في التاريخ أنه الملك الحسن الثاني يحضر الجنازة ديال أحد الشخصيات المغربية اللي هو أمر خارج على البروتوكول. ولكن على العكس موقع العائلة ديال أوفقير، فإن عائلة الظليمي رعاها الحسن الثاني. ومن بعد وفاة الظليمي تشدوا 15 ضابط وثلاثة منهم تعدموا، ولحد الآن باقي حتى شي واحد ما شاف جثة الظليمي. واللي زاد عقد الأمور وتشعودها هو أنه في سنة 2003 خرجوا شي وثائق سرية على يد المخابرات الأمريكية تسريبات ويكيليكس اللي فيها قائمة لائحة ديال الأسماء مطلوب اغتيالهم من طرف CIA، وكان من بين الأسماء أسامة بن لادن وصدام حسين والجنرال دو بريغاد أحمد الظليمي. لكن سرعان ما تم طمس هذه القضية هذه وتكذيب هذه القضية. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سالات، كان معكم أخوكم وحبيبكم يونس مسرير. في هذه الحلقة هذه هدرنا على شلة وثائق سرية. في هذه الحلقة هذه كانت ممشعة معكم، شكرا لكم بزاف على المتابعة ديالكم، دوزوا بخير، السلام عليكم.